الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، نكمل معكم في سلسلة فوائد عشبة الخبيز، بارك الله فيكم. ما شاء الله، هذا المحصول جزء من محصول هذه السنة من البستان، من الحديقة، بارك الله فيكم. فنبين لكم قبل القيام باستخداماته وتجفيف كمية منه واستخدام بعضه في الطبيخ كغذاء، وهي طبخة رائعة جدا ولذيذة. وأيضا نقوم بعمل الوصفات وبيان الفوائد المهمة لهذه الخبيزة لكي تستفيدوا، بارك الله فيكم، لأن هذا نهاية موسمها قبل دخول الربيع. بعد دخول الربيع بأسبوع أسبوعين تنشف وتجف وينتهي موسمها، لذلك نغتنم هذه الفرصة لإفادتكم بفوائدها. أيضا فهي تكافح الشيخوخة يا جماعة، هذا للنساء التي تريد نضارة الوجه ولمعان البشرة وأن تبقى في عين زوجها صبية شابة صغيرة وتتدلل عليها بعمل ماسك من عشبة الخبيزة. ماسك تأتي بماء دافئ وتنقع أوراق الخبيزة، ثم تقوم بعمل كمادات وتضع على العيون لتحارب الهالات السوداء التي تحت العيون، وأيضا النتوءات السوداء التي على الأنف وتموجات البشرة، فتصفي البشرة وتؤدي إلى نضارتها وتخلصها من الدهون التي على الوجه، وتصفي البشرة وتزيد من نضارتها وتقي المرأة من علامات الشيخوخة، من علامات الشيخوخة، بارك الله فيكم. هذه وصفة قد لا تعلمها النساء، قد لا تعلمها النساء. طيب، ايش الفائدة اللي فيها؟ ايش السبب؟ تحتوي الخبيزة على مادة الكولاجين، تحفز انتاج مادة الكولاجين في الوجه. ان كنت قلق حول اثار وعلامات الشيخوخة، ان كنت قلقة من كبر سنك وظهور علامات الشيخوخة التي من الممكن ان تصيب البشرة، فعليك بتناول الخبيزة. طبيخ مفيد يؤدي إلى نضارة الوجه. عصير الخبيزة تعصريه تضعي عليه نوع من أنواع المقبلات الأخرى مثل عصير البرتقال وتشربيه حتى تكون طعمه لذيذا، أو من خلال وضع ماسك، ضربها بالخلاط ثم وضع الماسك لربع ساعة على العين وعلى الوجه لمدة ربع ساعة، لمدة 10 أيام كل يوم صباحا ومساء، بإذن الله لن تشاهدي علامات الشيخوخة في وجهك حين تقفين أمام المرآة، وسيسعد بذلك زوجك ولن يبحث عن زوجة أخرى نيالك. وهذا كله لأنها هذه النبتة العجيبة تحتوي على خصائص تساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين في الوجه، وهذه المادة التي تعطي البشرة، بشرة الوجه، النضارة واللمعان والصفاء، فتبطئ من عملية ظهور التجاعيد المزعجة في الوجه. إذن أيضا ممكن طريقة رابعة، عمل زيت من نبتة الخبيزة، زيت الخبيزة يا جماعة، زيت الخبيزة. طب ايش استخدم زيت الخبيزة؟ زي ما في زيت خروع، زيت جوز الهند الى غير ذلك، زيت الحبة السمراء ايضا في زيت الخبيزة، يتم عصرها واستخلاص الزيت منها. وزيت الخبيزة يدهن به الوجه يوميا، وايضا على الشعر، يعطي للشعر نعومة والوجه نضارة، ويبطئ من ظهور علامات التجاعيد والشيخوخة على الوجه. وأيضا زيته يستخدم للالتهابات والكدمات التي في المفاصل وفي الجسم، ويسرع من التخلص من الكدمات والتورمات كما قلنا في فيديو سابق. لكن هذا الفيديو احنا حطيناه خصوصي للنساء اللي خايفات انه جوزهن يتجوز عليهن عشان علامات الشيخوخة
ظهرت عليهن بقولهن عليكن بالخبيزة، عليكن بالخبيزة فورا، مأكول مطبوخ مشروب منقوع زيت، هذا كله محفز لإنتاج الكولاجين في الوجه، وبالتالي تبطيء علامات الشيخوخة وإعطاء الوجه صفاء ونقاء والتخلص من السواد الذي الهالات السوداء وإلى غير ذلك من علامات تأخر السن. وبارك الله فيكم وأرجو المتابعة، واللي أعجبها هذا الفيديو تشترك وتحط لايك وتحط تعليق وتعمل وتجرب هذه الوصفات، وتكتب لنا في التعليقات إيش صار معها وتجاربها حتى غيرها يستفيد والناس كلها تستفيد من هذه النعم وهذه الفوائد التي وهبنا الله إياها، وكثير من الناس يجهلها ويلقي بهذه النبتة ولا يستفيد منها، وهي من النعم التي سنحاسب عليها أمام الله. ولا تسألن يومئذ عن النعيم، وتابعونا.